أول حاجة كنبغي نهنئ الفريق الوطني وعلى رأسهم المدرب رونار، لأنه بين على البصمة ديالو على الفريق الوطني المغربي. وكنبغي نهنئ حتى اللعابة والمجموعة بصفة عامة، المجموعة كاملة اللي مشات خدت هذا الكأس إفريقيا. وكنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق باش يمشيو أبعد ما يمكن في هذا الكأس هذه، علاش لا الفينال. خصك تكون عندهم الثقه في نفسهم، وكنقول لهم بانهم راه عندهم فارق في المستوى، عندهم لعابه في المستوى، الطاقم التقني في المستوى، شويه الثقه وصل. وهذا كيبين بان كنبغي نقول بان الناس ديال البطوله خصهم يعاودوا يراجعوا الاوراق ديالهم باش يكونوا الفرق ديالهم تكون قويه، باش تطعم الفريق الوطني، لان الفريق الوطني الطعم ديالو كيكون بالنسبه للبطوله، المستوى ديال البطوله. هذا الشيء اللي كنبغي نوصل للناس انا ديال البطوله.